أهلا وسهلا بالجميع، نحن سننتظر 5 دقائق إلى اكتمال الحضور ونبدأ إن شاء الله. أهلا ندى وأهلا ميرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخوي أنور. أخوي أنور، أعتقد إحنا بس في انتظار الأخ علي مشهور. نعم، يبدو أنه لم يلتحق فينا. عموما احنا يعني 3 دقائق ونبدأ إن شاء الله أنه يمديه. تنويه لمن التحق لاحقا، سنبدأ إن شاء الله في الساعة 8:05 إن شاء الله. مساء الخير على الجميع، أرحب بكم فردا فردا في لقاء جديد من لقاءات مواطن كافيه. سنركز في حوارنا هذا اليوم تحت عنوان هجرة الشباب الخليجي بحثا عن تكوين الذات أم الحرية المفقودة. هل تعد الهجرة بحثا عن تكوين الذات أم تمثل وسيلة للحصول على الحرية التي نفتقدها في دول الخليج العربي؟ نود في هذا الحوار أن نوسع نطاق حديثنا إلى مختلف هذه الإشكاليات التي تواجه الشباب الخليجي للهجرة، منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن نحفر بعمق لنشمل الفئات المهمشة من المجتمع، المرأة والبدون والعاطلون عن العمل والأقليات الدينية. في البداية دعوني أرحب بضيوف هذه الحلقة الحوارية من الإمارات، الباحثة في علم الاجتماع وسلسلات التعليم العالي وشؤون الهجرة الدكتورة ميرة حسين، ومن البحرين الصحفية ندى الوادي وطالبة الدكتوراه وباحث في مجال حكومة الإنترنت في دول الخليج. ويلتحق بنا لاحقا إن شاء الله من عمان الباحث في السياسة والاقتصاد والتخطيط الحضري علوي المشهور.
دعوني لا أضجركم بالمقدمات الطويلة، سيساعدني زميل والصديق بدر نعيمي في إدارة الجلسة فنيا وتقنيا، وفي ولاحقا في بعد انتهاء المحاور الرئيسية سنبدأ باستقبال تعليقات الحضور. في المحور الأول أبدأ مع الدكتورة أميرة الحسين. دكتورة، في بداية يعني قد يبدو لشخص من خارج هذه المنطقة التي تطل على الخليج العربي غربا يعني موضوع ملفت وغريب بنفس الوقت. هذه المنطقة التي يتوافد إليها كل يعني البشر من مختلف دول العالم من أجل رفاهية، من أجل حصول على فرص وظيفية أفضل، بينما الشباب الخليجي المقيم في هذه البلدان يهاجر. أبدأ معك يعني في حول الأسباب التي تدفع الشباب الخليجي إلى الهجرة. دكتورة أميرة تفضلي. مرحبا أستاذ أنور، مشكورين على الدعوة دكتورة ندى وبدر، إن شاء الله تكونوا بخير، مشكورين على الدعوة بعد مرة. أستاذ أنور، بس حبيت أبتدي وأقولكم يعني أن ظاهرة الهجرة، هجرة الشباب الخليجي، هاي مش ظاهرة جديدة، هاي الظاهرة كانت موجودة من زمان، لكن نحن تونا بعدين ننتبه لها الحين، ونحن بعدين ننتبه لها لأن كان الدافع قبل اللي نحن نعتقد نفترض أنه كان الدافع الاقتصادي مش موجود، فما كنا منتبهين أن في شباب يطلعون مثلا دراسة للخارج وما يرجعون، أو شابات حتى. لكن الحين مع اللي صاير يعني من ناحية الضيق الاقتصادي في بعض الدول الخليجية أو معظمها حتى، بدينا ننتبه لها الظاهرة، وهي ظاهرة بشكل عام ليست ظاهرة جماعية، هي ظاهرة فردية، كثير من الأفراد يظهرون وكثير ما يظهرون بشكل يعني وهم متكتمين على الموضوع، يعني ما حد يطلع وهو مثلا معلن أنه طالع من الخليج وما راح يرجع. بالعكس، كثير من الشباب اللي طلعوا من الخليج يحافظون على علاقتهم بدول الخليج، يبغون أن يظهرون ويطلعون وما لهم يعني نشاط سياسي، على عكس مثلا المهاجرين السياسيين. وأنا أرفض كلمة الكلمة هاي المسيسة واللي تمت شيطنتها ولا هي المعارض، على عكس الخليجي المهاجر الذي لديه أجندة سياسية أو لديه تصور سياسي مختلف عن حكومات المنطقة، المهاجر الخليجي اللي يهاجر لأسباب أخرى أسبابه تختلف من فرد لآخر ومن دولة خليجية لأخرى كذلك. فهذه الفئة هاي الجديدة اللي بدأت تهاجر هي فئة نوعا ما يعني تختلف أسبابها ودوافعها عن بعض الأفراد، تختلف دوافعهم عن بعض، لكن في شيء مشترك بينهم، أن في عندهم في السبب المشترك بين العديد منهم هو افتراضهم أن في تقلص في امتيازاتهم. هذه الامتيازات قد تكون امتيازات سياسية، قد تكون امتيازات دينية، أو حتى امتيازات يعني مقارنة بالمغتربين أو الوافدين كما نقول عنهم. فهناك أسباب عديدة، لكن هذه ليست ظاهرة جديدة. هذا اللي حبيت أقوله، وشكرا. شكرا لك دكتورة. يعني الدكتورة ميرا تشير إلى أن الهجرة الخليجية هي هجرة قديمة، ولكنها الآن بدأت تظهر يعني في ظل مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة، وأن الدوافع الشاب الخليجي للهجرة هي مختلفة، وكلها تجارب بالمجمل هي تجارب فردية وتجارب شخصية، ولكن سمتها العامة وما يطبعها هو اعتقادهم بأن أصبح لدي تقليص في امتيازاتهم، صح التعبير. في نفس المحور انتقل إلى الأستاذة ندى الوادي. أستاذة ندى، حول هذا الموضوع، إلى أي مدى تتفقين وتختلفين مع دكتورة ميرا، وما هو رأيك في هذا الموضوع؟ تفضلي. أولا مساء الخير أو صباح الخير، ما أعرف وين أنتم جميعا. شكرا جزيلا على الدعوة، سعيدة أني أكون موجودة معاكم، وسعيدة طبعا أني أكون مع دكتورة ميرا. أنا ما أعرفها شخصيا بس أقرأ لها، وايد تعجبني كتاباتها، وايد عجبني خلنا نقول التفصيل اللي ذكرتها في البداية، لأنه هو فعلا أنا بصراحة أتفق معها، بس بضيف بعض الأشياء. بقول قصة، أنا صحفية
وأنا بحرينية وأنا عايشة في الولايات المتحدة الأمريكية صار لي 15 سنة، فأعتقد في وايد أسباب إني أحب أتكلم في هالموضوع. بس أبي أقول قصة أشارككم إياها، يمكن تقريبا من 10 سنين، يمكن كان في زميل قاعد يسوي تقرير صحفي عن هجرة العرب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعني عشان يسألني يعني أعطيني قصص خليجيين برا في الولايات المتحدة مهاجرين وما أعرف إيش. القصة ما مش سياسية، القصة very casual، القصة المعتادة للهجرة العربية اللي هي صار لها يعني عقود طويلة من الزمن في الولايات المتحدة الأمريكية، من العرب من دول عربية إلى أمريكا. فأنا كنت أقول له، أتذكر جوابي تماما، هاي الكلام من 10 سنين، أتذكر كنت أقول إنه يعني هاي إذا بتتكلم عن الخليجيين لازم تفصل، لأن الإطار أو الفريم العام إلى الهجرة العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما ينطبق في هالحالة. الهجرات العربية الخليجية تحديدا إلى الولايات المتحدة هي حالات فردية، بالضبط مثل ما قالت الدكتورة ميرا، هي حالات فردية لها أسباب فردية، مش بالضرورة الإطار العام لها اقتصادي، لأن الإطار العام للهجرة العربية غالبا المعروف عنه في الولايات المتحدة هو إطار اقتصادي، الناس تطلع عشان تبحث عن فرصة عمل أفضل، حياة أفضل. هناك طبعا أسباب أخرى، يمكن في حروب مرت في المنطقة العربية ساهمت في أن في هجرات جماعية من دول مختلفة تيجي إلى الولايات المتحدة، وهاي القصص موجودة ومذكورة. بس الخليج أصغر من أنه يكون ظاهرة أولا، ثانيا مش الحالات فعلا عادة تكون فردية. لما تسلمت الدعوة للمشاركة في هذه البانل تذكرت هالقصة، وكنت أتساءل شلون بيكون جوابي اليوم في 2023، لأن ما أعتقد أن الجواب نفسه، أعتقد أن الموضوع تغير شوي الحين. في طبعا أول شغلة أحب أن نقولها، يعني ما في دراسات، ما في أرقام، كل الأشياء اللي بنقولها يمكن في البانل اليوم هي مبنية على مشاهدات، على قصص نعرفها، ربما على انطباعات من أشخاص، من يعني مثل ما قالت بالضبط دكتورة ميرا، في وايد قصص أنت ما تعرفها أصلاً. يمكن بعدين ممكن نتكلم أصلاً كيف نعرف الهجرة أصلاً في حد ذاتها، بس إذا بنرجع إلى نفس السؤال اللي هو من اللي قاعد يهاجر أساساً من الخليج، وهل هي فعلاً ظاهرة وما هي أسبابها؟ أنا أعتقد أولاً لازم نتكلم عن الفرد العام. أتوقع يمكن كثير من المستمعين معانا اليوم يعرفون أن السبب السياسي هو رقم واحد، ممكن إلى حد ما نسميه ظاهرة، أن فعلا في ظاهرة قديمة ليست حديثة، أن بسبب قلة الحريات ربما أو أسباب سياسية معينة من دول مختلفة في الخليج كثير من الأفراد طلعوا في موجات، مرات مثلا موجة معينة تمر في سنة معينة، مرات تهدأ، بس في النهاية هذه ثريد واضح وهو الثريد السياسي، ويندرج تحته طبعا، بدرج تحت كل ما له علاقة مثلا بمواضيع لها علاقة بحقوق المرأة، بحرية التعبير، بالمعارضة السياسية بمعناها الكلاسيكي. بس إجمالا في هذا الثريد هو هناك إن في ناس شعرت بأن حقوقها أو وجودها في المجتمع الخليجي ربما منتقص، او ان شعرت انها غير قادره على التعبير عن نفسها فطلعت. الاسباب الثانيه اللي انا، هذا الشيء اعتقد معروف ووايد ناس تتكلم عنه، بس الجانب اللي ما يتكلمون عنه وايد واللي هو اعتقد هو اكثر انتشارا هو السبب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي اللي يخلي في فئات من المجتمع الخليجي تحديدا الشباب، اذا بنقول شباب، تطلع من المجتمع الخليجي. هذه هي القصه المكرره أكثر في وجهة نظري، والمسكوت عنها، القصة الغير محكية. الآن في هذا الإطار أنا يعني طبعا أنا موجودة في الولايات المتحدة، فأنا ممكن أقول من مشاهداتي هني، المجتمع الأمريكي مجتمع كبير، رقم واحد الطلبة. الطلبة عندك أنت تقريبا في statistics تقريبا يمكن عشرات الآلاف من الطلبة الخليجيين مسجلين في جامعات أمريكية. الآن أنت الطلبة ليسوا مهاجرين، ولكن ماذا يحدث بعد ما يتخرجون؟ أنت تتكلم عن يعني خروج من مجتمع خليجي، تأتي إلى مجتمع مفتوح، تتعود على أسلوب حياة معينة، في كثير من هؤلاء يقررون البقاء بشكل أو بآخر، وأجين ليست ظاهرة، هي حالة فردية، كل قصة مختلفة عن الأخرى.
قصة البقاء أو الاستمرار في الحياة في الخارج مختلفة ولها سيناريوهاتها الخاصة. فالطلبة إز فريد يعني واضح أعتقد. أيضا يعني هناك الناس اللي يتزوجون لعامل اجتماعي، يتزوجون من الخارج نساء ورجالا ويقررون يعيشون ويربون أولادهم في الخارج لأن هذه هي الحياة اللي تمثلهم أكثر. في جانب أحب إني أتطرق له وما أدري إذا طولت بليز أخوي أنور وقفني، إن الجانب اللي مرتبط بمجتمعاتنا أصلا في الخليج، وأنا أعتقد إحنا مجتمعاتنا إذا بنزور أي يعني مدينة خليجية اليوم، المجتمعات هي المقصود الهوية تبع المجتمع هي هوية عالمية إلى حد كبير. سفرك إلى الخارج لن يعد غريب أو معزول، الحياة في الخارج سهلة على الخليجي. فلا أعتقد، فأنا الآن أجين أنا أتحدث عن الغرب والهجرة إلى الغرب، ربما الهجرة بمعناها نعرفها بشكل آخر، بس أنا صار أسهل كثيراً من الناحية الاجتماعية أن الشخص يشعر نفسه بأنه ينتمي إلى الخارج لأن أوريدي حياته في المجتمع تسهل عليه، يعني هو فاهم how to navigate المجتمع في الخارج، وبالتالي لم يعد هذا الخروج من مجتمع لم يعد بهذا التابو الكبير. هاي النقاط ما لا يتحدث عنها الكثيرين، فأنا حبيت أني أقولها وأسفة على الإطالة ونواصل الحوار. رائع رائع جدا. سنعود، انا يعني لفتني يعني فكره الحاله الاجتماعيه، ربما ناخذها بشيء من التفصيل في مداخله اخرى. ارحب طبعا بالاستاذ علوي المشهور، او علوي المشهور، قول لي اذا نطقت اسمك بشكل صحيح. طبعا علوي، بما انك دخلت متاخرا، اود ايضا ان الفت الساده المستمعين ان سنقبل المداخلات في اخر ربع ساعه ان شاء الله، بعد ما ننتهي من المحاور الاساسيه. طبعا أستاذ علوي، احنا تكلمنا في البداية في المحور الأول، ما زلنا في المحور الأول، اللي هو عن الأسباب والدوافع اللي تجبر أو تدفع الشباب الخليجي إلى الهجرة. ويبدو يعني الموضوع، يعني لأي شخص يعيش خارج هذه البقعة الجغرافية، يبدو الموضوع شوي غريب. يعني كيف هذه الدول الغنية بالنفط أو المتخمة بالبترول التي يرتادها الناس من كل أصقاع العالم من أجل حياة مترفة أو غيره، أو بحث عن فرص عمل أفضل، بينما الشباب في الداخل المواطنين يهاجرون. تكلم الدكتورة ميرا عن أنها ما تعد ظاهرة، هي كلها بشكل أو بآخر هي حالات فردية وأسباب لأسباب مختلفة. الأستاذة ندى أيضا أيدتها في جزء كبير منها، تكلمت بإسهاب في المسألة الاجتماعية بنمط حول نمط الحياة، أو حول خصوصا الطلب اللي يبتعثون في الخارج يبدون يتعرفون على نمط جديد من الحياة ولايف ستايل، فبالتالي يصير صعب عليهم أو غير قادر على التأقلم مثلا عندما يعودون إلى البلدان هم. وأيضا هذه ما ترى أنها أيضا حالات فردية. بالنسبة لك أستاذ علوي، ما هي وجهة نظرك؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر منكم على التأخر في المشاركة. أدخل في الموضوع على طول. أنا أعتقد أنها في بعض الدول تكاد تكون ظاهرة، يعني هي ليست حالات فردية. ومن ثم ما الذي يفصل بين الظاهرة والحالات الفردية؟ يعني إذا كانت مثلا، أعطيكم إحصائية على سبيل المثال، في السعودية كان مجلس الشورى السعودي بنفسه أحد الأعضاء يصدر فيه تصريح بأن هنالك أكثر من مليون سعودي في فترة من الفترات كانوا مستقرين في الخارج. الآن هؤلاء ليسوا بالضرورة لاجئين، ليسوا بالضرورة لمهاجرين لأسباب سياسية، قد تكون لهم أسباب مختلفة، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو متعلق بنمط الحياة، منها ما هو نتيجة للابتعاث الهائل الذي كان في فترة الملك عبد الله، لأسباب كثيرة على سبيل المثال. هذا في الحالة السعودية، ومنها طبعا بلا شك ما هو سياسي واقتصادي وأسباب متعددة، لكنها ظاهرة. مثلا في السعودية ظاهرة، تراها موجودة مسجلة، وبعضها حتى في دول قريبة. يعني ليس بالضرورة أن يهاجر هو إلى أوروبا، مثلا في نسبة كبيرة منهم في دول الجوار مثل الإمارات. في السابق كانت لأسباب متعلقة بالحريات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت متوفرة هناك. بعد ما أصبح هنالك مثلا انفتاح اجتماعي واقتصادي أكبر، تراجعت أعداد السعوديين الموجودين على سبيل المثال في الإمارات أو في بعض دول في الخارج نتيجة للأسباب الاجتماعية، لكن تزايدت الأعداد التي مثلا تهاجر لأسباب سياسية أو لأسباب مثلا سياسية أو دينية أو أكثر تعقيدا. يعني في دول أخرى مثل عمان، الكويت، الإمارات، قطر، قد لا تكون الأعداد كبيرة ولكنها موجودة ومرئية وظاهرة.
أعتقد أنا شخصيا أحيلها إلى أن لها مثل ما ذكرت الأخوات أن لها أسباب اجتماعية بلا شك، ولها في حالات النساء كثير منها أسباب اجتماعية، في حالات أخرى لأسباب اقتصادية، مثلا نسبة كبيرة هي متعلقة بالخيال، الخيال السياسي للإنسان. الإنسان الحديث المعاصر أمامه ممكنات كثيرة، ممكنات اقتصادية، هو يرى نماذج سياسية مختلفة، يرى نماذج اقتصادية مختلفة، لديه حالة من الطموح، لديه حالة من الشعور بالاستحقاق. وأيضا في حالة في علم السلوك تسمى الريفرنس بوينت، النقطة التي تقارن بها نفسك بمن؟ يعني في السابق أنت قد تقارن نفسك بجارك، اليوم العالم مفتوح، لست محتاجا لأن تقارن نفسك بجارك أو بأهلك أو بإخوانك، أنت ممكن تقارن نفسك بهذا الفضاء الرحب، بأكثر النماذج الاقتصادية التي تقتنع بها، أو بالنماذج السياسية التي تشعر أنها توسع من خيارات الإنسان، تحفظ له الكرامة، الحقوق، الحريات. لذلك أعتقد أنها ظاهرة، ولا أجد أنها حالات فردية، لأنها متكررة وتحصل ولا تتوقف، قد تقل وتزيد حسب الظروف الاقتصادية والسياسية في مجتمعاتنا، ولها أسباب كثيرة بلا شك. تعدد الأسباب لا ينفي عنها صفة أنها ظاهرة، بالعكس يجعل أن هذه الظاهرة لها أسباب كثيرة يعني، وهذا ما أعتقده. وأعتقد أن مع تراجع دول الخليج في مسائل الحقوق والحريات والمشاركة السياسية، وهي دول منفتحة، يعني دول الخليج من بين أكثر دول العالم المعولمة، يعني مثلا نسبة كبيرة من أبناء دول الخليج يتحدث على الأقل لغتين العربية والإنجليزية، يعرف ما يحصل في العالم، لديه القدرة للوصول لكثير من دول العالم، كثير منهم على الأقل يسافر مرة أو مرتين أو ثلاث في حياته، إذن هو يدرك ما الذي يحصل خارج بيئته، لذلك هو لديه القدرة على التصور، لديه القدرة على الخيال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لديه قدرة على افتراض حيوات مختلفة عن الحياة التي يعيشها، ولذلك هو يهاجر، يهاجر لأنه قد يجد حياة اقتصادية أفضل في ظل وعندما نقول حياة اقتصادية أفضل، هذا لا يعني أنه لا توجد فرص بالضرورة في الخليج، لكن هذه الفرص أحيانا غير عادلة، يعني صحيح موجودة هذه الفرص، لكن مثلا عدالة المنافسة غائبة، مثلا لازال لا يستطيع الإنسان أن يضمن حقه بناء فقط على معيار الكفاءة، لازالت مثلا المحسوبية منتشرة، لازالت مثلا الرقابة والمحاسبة قيم غير موجودة. أيضا جانب آخر، أن دول الخليج الآن معظمها تقريبا بدأت بفرض ضرائب مختلفة، ضريبة الدخل وضريبة على الشركات، ومستقبلا وضريبة قيمة مضافة بشكل متفاوت. كل هذا الآن التحول الاقتصادي لا يصحبه أي تمثيل سياسي متزايد على سبيل المثال، ولذلك في شعور بالغبن، في شعور بغياب التمثيل السياسي، في شعور إلى أن الحكومات لا تنظر لك كشخص مستحق، يعني وكأن أنت خلاص أخذت اللي لك، اسكت، لا تتكلم، لا تفكر، لا تشارك، لا تتطلع لما هو أعلى من ذلك. وهذا اللغة الفوقية أو هذه المعاملة التي تعامل المواطنين بدونية من قبل الحكومات أحياناً، تجعل الأفراد بالضرورة يتجهون لينفرون من بيئاتهم، أيضا حتى الأسر والعوائل، القيود ليست فقط سياسية، أحيانا القيود اجتماعية. هذه الأجيال التي رأت العالم وعاشت في فضاء مفتوح تجد نفسها اليوم مقيدة بعادات وتقاليد غير مرنة وغير مستعدة للتأقلم مع المتغيرات، ولذلك كثير منهم سواء كان ذكورا أو إناثا يتجهون للعالم للخارج، ينظرون للفرص الموجودة، قد يصيبون وقد يخطئون، ولكن في النهاية هنالك حالة من عدم القدرة على احتواء هذه الأجيال، ولذلك كثير منهم في اعتقادي ستزداد هذه الأعداد، وهذه ظاهرة لها إيجابياتها وسلبياتها، وهي نتيجة حتمية للعولمة. مثلا من الفترات التي زادت فيها نسب الهجرة في الخليج كانت مرتبطة بانفتاح الأفق، واحدة من الفترات كانت على سبيل المثال بعد فترة انتشار التعليم في الخمسينات والستينات، بمجرد أن تعلم هؤلاء الشباب كثير منهم انخرطوا في حركات عمل سياسية مختلفة، في مثلا تيارات في ذلك الوقت قوميين عرب وأحيانا شيوعيين أو بعد ذلك إسلاميين، لكن انخرطوا في مشاريع سياسية خارج بلدانهم، هذا مثلا أثر على مسألة هل يعودوا أم لا، لذلك أصبح هناك مثلا نسبة كبيرة من المهاجرين أو اللاجئين السياسيين في الثمانينات والتسعينات نتيجة هذا الأفق الذي كان انفتح في الخمسينات والستينات وبداية السبعينات. أيضا بعد ذلك عادت موجة الابتعاث مرة أخرى في بداية الألفية، مطلع الألفية، وانعكس ذلك على تشكل كثير من التيارات السياسية في الخارج، أيضا هذا حاصل في أسباب اقتصادية بلا شك، يعني مثلا
افق الحياه الاقتصاديه في الخليج احيانا غير عادل. مثلا انت لنفترض انك شخص ثري، لا شيء سيحفظ حقك ان كانت السلطه السياسيه اليوم تريد ان تنهب ثروتك بكل بجاحه، يعني ما في اي حاجه تضمن لك حقك يعني، وهذا حصل في اكثر من حاله يعني، ولا نحتاج حتى لسردها. يعني ما في ضمانات حقوقيه واضحه يعني، لا في الجانب السياسي ولا في الجانب الاقتصادي ولا في الجانب الاجتماعي، وكلها تعتمد على المزاج. يعني إذا اليوم من هو في السلطة مزاجه جيد وارتأى أن يمنح الناس حقوق وأن يتركهم مثلا يعطيهم هامش من الحرية، سيزداد هذا الهامش. إذا غدا هو غير رأيه خلاص يتقلص الأفق وتضيق الحياة بالناس، يعني تصبح لا يوجد متسع لهم ليعيشون حياة طبيعية. لذلك أعتقد أن هذه الظروف وهذا الوضع الغير قادر على تحمل هذه الأجيال سيدفعهم إلى بقاع العالم المختلفة. وكثير مثلا من دول اللي بها عدد كبير مثلا من الأشخاص المهاجرين لأسباب العمل أو لأسباب سياسية أو أسباب اقتصادية أو اجتماعية، هي نفسها الدول التي مثلا وجهات للابتعاث مثل أمريكا، بريطانيا، أستراليا، كندا، نيوزيلندا وألمانيا مثلا، هي نفسها الدول التي نتقن لغاتها. وأعتقد هذه نتيجة طبيعية، مثلا أسباب كثيرة، الانفتاح، العولمة، اللغة، السفر، كل هذه الأشياء إذا كانت الدول تضيق بأبنائها فمن الطبيعي أن تنتج هذه الظاهرة. إذا استطاعت هذه الدول أن تفتح آفاق أوسع في الحريات الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة السياسية، وحتى العوائل والأسر والمجتمع يصبح أكثر قدرة على يعني احتواء الاختلاف والتنوع وتقبل أن هنالك وجهات نظر مختلفة وأنماط حياة مختلفة، وأن يستطيع أن يحتوي كل هذه المتغيرات في داخله، ستقل بالضرورة أعداد المهاجرين وستكون هنالك حالة من الاستقرار النسبي في المجتمع، وتصبح من يهاجر قد يكون هو يذهب ويعود، يعني هو لا يهاجر، هو على أمل العودة، على أمل البقاء مرتبطا بالوطن. وهذا أعتقد هذا ما يجب أن يكون عليه الحال، أن تكون العلاقة صحية، أن تبقى الأوطان محتضنة لأبنائها، نتمنى ذلك، لكن أعتقد أنها ظاهرة وليست مجرد حالات. شكرا لك علوي. الآن أعود بشكل سريع إلى دكتورة ميرا. دكتورة، أشرتي في حديثك السابق إلى فكرة أن جزء من هجرة أو دافع الهجرة لكثير أو لقطاع واسع من الذين يهاجرون هو فكرة تقلص امتيازاتهم، ألا تشعرين أن هذه الفكرة تتعارض مع فكرة الاقتصاد الريعي القائم في معظم دول الخليج صح التعبير ودولة الرعاية والمواطنين؟ فبالتالي أصلا هو عندما يهاجر يتخلى بشكل كبير عن امتيازات اقتصادية داخل بلاده. أستاذ أنور، كلامك صحيح، لكن أنا برجع للي قاله الأستاذ علوي. بالنسبة لازدياد عدد ال يسمونهم تاكسز، عفوا، الضرائب اللي بدأت الدول تفرضها اللي ما كانت موجودة أساسا، بدأت تقلص الامتيازات اللي كان يتمتع فيها الشباب الخليجي أو الجيل الخليجي اللي نشأ على الطفرة النفطية. بالعكس، الشاب الخليجي اليوم ينظر إلى جيل أبوه وجيل يده وأخوانه الكبار حتى، ويشوف أنهم تمتعوا بامتيازات لم تعد موجودة. أبسطها، الوظيفة اللي كانت مضمونة، نسبة البطالة زادت في كل دول الخليج، يمكن قلت بس في السعودية، أما في باقي دول الخليج بالإضافة إلى دول الخليج اللي كانت يعني عبر التاريخ تتمتع بنوع من الرفاهية أكبر عن جيرانها مثل دول الإمارات، يعني زادت نسبة البطالة. ونحن مثل ما قالت دكتورة ندى، ما عندنا بيانات، ما عندنا إحصائيات، نعتمد على قصص، وهالقصص قد تكون فردية، لكن ازدياد عدد القصص ويعني ازدياد دائرة ومحيط الأفراد اللي نحن نعرفهم شخصياً أو اللي يعرفونهم معارفنا من اللي هاجروا أو اللي ينوون الهجرة، هذه أدت إلى أن نحن نكون صورة أو فكرة عامة عن ازدياد وتيرة هاي الظاهرة. أنا بذكر قصة من عندي، قصتين لو سمحت أو بستعيل. القصة الأولى أني قبل فترة وضعت على أحد المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة
استبيان كتبت فيه أن يعني للمتابعين والأصدقاء أن أنا ببدأ بمشروع دراسة هاي الظاهرة، شو الأشياء اللي أنتو يعني مهتمين تعرفونها عن هاي الظاهرة، ووضعت بعض الخيارات، لماذا يهاجرون، إلى أين يهاجرون، من هم، هل من السهل أن يهاجر الشخص ويستقر في الخارج. طبعا من كما هو متوقع معظم الناس كانوا مهتمين بمعرفة الأسباب لماذا يهاجرون، لكن الخيار الثاني اللي كان يعني كان التصويت عليه عالي جدا هو هل من السهل الهجرة والاستقرار في الخارج. فمن الواضح أن في فئة كبيرة تفكر في الموضوع، يعني عندها نية، يمكن عندها رغبة، يمكن لن تقدم عليها ولن تأخذ الخطوة في ذلك اتجاه، لكن لديها هذا التصور وهذا الفكرة أو الرغبة حتى. والقصة الثانية اللي أبغى أذكرها أني قابلت شخص من بلادي في بريطانيا، وهالشخص كان ذاكر لي قبل فترة أنه في عنده وظيفة تنتظره في البلاد، فرجعت كلمته بعد 5 شهور يعني يبدو أنه لن يعود، فسألته عن السبب، أنه هل حصلت على وظيفة أفضل؟ فقال لي هذا الشخص أنه لا والله، وصلني بريد يسألوني في من الكونسل من البلدية هني، نحن نبغي نعبي الطريق أمام بيتك، هل تسمح لنا بذلك بما أن أنت تدفع ضرائب؟ فقال بالنسبة لي هاي الرسالة كانت غيرت لي أمور وايدة. أنا ما حد ياخذ رأيي في أي شيء، أنا يقتطع من راتبي على ضرائب جديدة تستحدث وتزيد أسعار هني وهناك، وما حد يستشيرني في أي شيء. أنا مقيم زائر في هذه، أعتبر نفسي زائر في هذه الدولة. وعندما سألوني عن رأيي وعن يعني أني هل أوافق أن يعبدون الطريق أمام المنزل اللي هو ليس أيضا منزلي، قررت أنني لا أستطيع أن يعني أن أعود. فكانت بالنسبة لي يعني هذه أحد القصص اللي يعني مرت علي، اللي كانت بالنسبة لي مهمة جدا أني مثلا أبحث في هذا الموضوع. طبعا إحنا ما عندنا مثل ما قالت الدكتورة ندى أي إحصائيات، لكن في بعض الدول مثل بريطانيا تذكر عدد الخليجيين اللي تجنسوا بجنسيتها، ومذكور هالشيء على موقعهم، إذا رحتوا على gov.uk بتحصلون هالإحصائيات جميعها. وأنا اتفاجأت جدا في قبل 3 سنين لما وجدت أن فوق 200 إماراتي بدل جنسيته، أو يمكن ما بدلوا جنسيتهم بس خذوا جنسية إضافية. كانت بالنسبة لي هاي مفاجأة، يعني نحن دولة مرفهة، ونحن دولة يعني الكل نوعا ما مرتاح فيها. يعني الحين ظاهرة البطالة مثلا هي ظاهرة جديدة، ويمكن بعدها في طور يعني أن نحن نعالج هالموضوع، لكن لا توجد فعلا، يمكن هناك أسباب سياسية وهناك غياب للحريات السياسية وكذا وتقلص الحريات الدينية وما شابه، لكن لم أكن أعتقد أنها أسباب يعني تدفع الناس الكثيرين للهجرة. طبعا مثل ما قلت أنا أرفض مصطلح المعارض، فأنا أقول المهاجر السياسي. هؤلاء ليسوا مهاجرين سياسيين، وإذا افترضنا أن هؤلاء يعني اللي أخذوا جنسيات أخرى هم مهاجرين سياسيين، فأصلا المهاجرين السياسيين اللي نحن نعرفهم بشكل عام يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يصل عددهم إلى 200. فكانت بالنسبة لي هذه إحصائيات جدا يعني مهولة. وبعدها وبعد ما بحثت في الموضوع تبين لي أن العديد من الخليجيين أخذوا جنسيات أخرى، ليس فقط في بريطانيا ولكن كذلك في دول أوروبا بشكل عام. وشكرا. شكرا دكتورة أميرة. أود التنويه إلى أن مواطن كفيه هو مشروع ثقافي تابع إلى شبكة مواطن الإعلامية، نسعى فيه إلى مواكبة قضايا الرأي العام في الخليج والعالم العربي. نستضيف فيه دوما نخبة متألقة من النشطاء والمفكرين في ندوات مثل هذه على منصات التواصل الاجتماعي. أيضا أود أن أنوه الحضور الكريم، لأننا سوف نقبل المداخلات في آخر ربع ساعة إن شاء الله، وأيضا ألفتكم إلى متابعة حساب مواطن على تويتر لمتابعة كل جديد يخص المنصة.
بشكل سريع استاذ ندى، يعني لفتيني في حديثك قبل شوي على مسألة الأسباب الاجتماعية، إذا نتكلم عليها بشكل سريع لطفاً. نعم، أنا حابة أبتدي بس من شغلة وايد مهمة، أعتقد هي فريمينج إلى النقاش اللي هو بيحدد ليش أنا ركزت على هالموضوع. الهجرة، مفهوم الهجرة، كيف نعرف الهجرة، هو شيء وايد مهم نفكر فيه. أنا أعتقد أن الكلمة نفسها باللغة العربية محملة بمشاعر ونفسية كبيرة جداً، هي مرتبطة بدون ما ندري الحين، مثلا الأخ علوي حتى الدكتورة ميرا، كلنا قاعدين نتكلم بفهم معين للهجرة محمل بهذه المشاعر اللي هو مختلط مع الوطن، الهوية، الانتماء، كل هذه الثقل للمعنى. عندما تفكر في الهجرة بمعنى، لو تترجم الكلمة مثلا باللغة الإنجليزية، المعنى إجرائي جدا وستريت فورورد وموجود ومحطوط في القوانين، ولما الناس تتكلم، لو أنا بوليسي ميكر أضع قوانين للهجرة أفكر فيها بطريقة إجرائية طبيعية، لأن الناس تتحرك وتتنقل منذ الأزل، تنقل الناس بين البلدان ليس محمل بهذه المشاعر كثيرا. فأنا كنت أبي أقول هذه الشغلة لأن هي بدون ما نشعر قاعدة تحرك نقاشنا في جهة، أن أقول الناس الخليجي لما يطلع مثلا يترك وطنه معناته أنه مرتبط الموضوع بالهوية وبالوطن وكل هالأمور. ناو يمكن في سؤال أنتوا طرحتوه علينا مثلا، اللي هو هل تؤيد أم تعارض الهجرة الخليجية؟ وهذا السؤال كثير interesting، لأن يعني أولا من نحن لكي نؤيد أو نعارض؟ من أنا لكي أؤيد أو أعارض؟ أنا رأيي أن الخيار هذا صعب وشخصي جدا، ان الانسان يقرر ان يخرج. ما ذكرت دكتوره ميرا من شوي is very interesting، اللي هي قصه ان اصلا في ناس كثير حابه تطلع بس مو قادره، لان هاي نقطه بعد لازم نذكرها، يعني كانما احنا بين وكاننا نتناقش على موضوع الهجره، كان الهجره مفتوحه ويلا تفضلوا وتعالوا، يعني not thinking، بدون تفكير ان الدول برا أوريدي قوانين الهجرة فيها صارت الآن صعبة ومو مفتوحة للجميع، وأوريدي في لها سياسة خاصة، في بوليتكس خاصة بتنقل البشر بين الأماكن. فإحنا قاعدين فهاي النقطة لازم نحطها في النقاش، ما هي الهجرة أصلا بالمعنى العام، كيف نعرفها في هذا النقاش؟ الآن في أحد تكلم عن الهجرة الداخلية بمعنى الخليجي مثلاً اللي من عمان يشتغل في مثلاً الكويت، والبحريني يشتغل في قطر، وهالأمور هل هذه هجرة؟ هذا سؤال أيضاً مهم لازم نجاوبه. التنقل الناس من ناحية البحث عن عمل مثلاً أو لسبب وضع آخر، هذه النقاط كلها قابلة للنقاش. في نقطة أنا حابة أني أتوسع فيها شوية، وهي ليش أنا ذكرت الموضوع الاجتماعي واللي أعتقده مهم، لأن الكل يتكلم عن الموضوع السياسي، وكل يفترض أن السبب الوحيد لهجرة الخليجي من المنطقة من منطقتنا إلى الخارج هو سبب سياسي، لأن مستحيل أنت تترك كل هذه المميزات لو ما كنت مضطر. أنا I want to challenge هذه الفكرة لأنها غير صحيحة. طبعا تكلمنا عن موضوع العولمة وشلون ان مجتمعاتنا اوريدي هي، يعني لو تذهب الى اي مدينة خليجية اليوم وتزورها وتمشي فيها، انت تتكلم عن رؤية المستقبل، رؤية هذه المنطقة. المنطقة هذه هي المدينة الرأسمالية، capitalist city، هذه هكذا تبنى وهكذا نتوقع ان تصبح في المستقبل. وبالتالي انت لو خلينا احنا لو مثلا تفكرون في الجيل الصغير، لو اذا في من المستمعين عندكم اولادكم، فكروا فيهم، فكروا في شلون قاعد يطالع وعيه بهويته بانتمائه ب where they belong. فكره الهجره مش منفره كثيرا لهذا الجيل، لانه اوريدي يعيش في مكان عام واسع مألوف جدا. عندما يخرج للخارج المنظر، الحياه مألوفه. بالإضافة طبعاً إلى النقطة المهمة جداً اللي ذكرتها دكتورة أميرة، وهي اللي هي التلاؤم أو تناغم القيم اللي يشوفها برا مع ما يتوقع أن الإنسان المكتمل، المواطن المكتمل المفروض أن يحصل عليه.
انه يكون عندك مثلا احترام، عندك رأي، رأيك كإنديفيدوال محترم ومقبول، وربما يشعر بالغربة أنه هو لا يجد هذا الشيء في المجتمع اللي يعيش فيه رغم كل مظاهر الحداثة والعولمة اللي حوالينا، بس في أشياء معينة ناقصة. فالهجرة لم تعد، أنا هذا النقطة اللي أبي أوصلها، الهجرة أو فكرة الهجرة أنا أصلاً عندي مشكلة مع تسميتها هجرة، لأن الوطن، كيف نعرف الوطن والانتماء والهوية وكل هاي الأمور، هذه كلها نقطة من في صلب نقاشنا اليوم. شخصياً على مستوى شخصي، وهاي الأمور أنا فكرت فيها على مستوى شخصي كثيراً قبل ما أقول هاي الكلام، شخصياً أعتقد بأن الهوية، نحن ننظر عادةً إلى الهوية كأنما هي ما نرثه، يعني الشيء اللي أنت ورثته في جيناتك في الدي إن إيه، هو هويتك. بينما الهوية في وجهة نظري هي مخلوق متشكل وقابل للتشكل والتغير بشكل مستمر. الهوية التي تصنعها أنت كإنسان مكتمل هي الهوية التي يعني تورثها بعد أن تموت، وليست الهوية التي ترثها عندما تولد. هذه النقطة اللي أنا بس يعني أبي أوضحها، لأن إحنا عندما ننظر إلى الهوية الخليجية أو تنقل الناس كأن في شيء صلب غير قابل للتحول. تاريخنا في الخليج مليء بقصص التنقل، إحنا منطقة وسطى والناس تتنقل علينا وإحنا نتنقل، وهذا شيء طبيعي جداً. فلو جردنا ربما المفهوم من بعض هاي المشاعر راح نعالجه بطريقة كثير يمكن أكثر علمية وواضحة. ناو في نقطة أحب أوضحها علشان لا أفهم بطريقة مختلفة، لأن في ذكر هل تؤيد أم تعارض. أجين، أنا من أنا لأؤيد أم أعارض قرار بهذه الخصوصية والأهمية لدى الإنسان؟ أنا أؤمن بأن العالم مفتوح والإنسان يبحث عن فرصته، ليس فقط الاقتصادية، فرصته لتكوين ذاته وفرصته لكي to see their own potential يعني في الحياة. فلو مثلا لفرصتك للنضج المعرفي والثقافي والاجتماعي وجدت في مكان ما من الأرض، ليست هناك مشكلة. الهجرة في حتى في مفهومنا الديني، يعني الهجرة مفهوم موجود في ثقافتنا الإسلامية حتى. فيعني فهذه النقطة اللي أنا كنت حابة أذكرها أيضا. نعم تفضل. سوري أنا معلش للأسف، بس أنا أكمل. بس أنا بس سوري لأن ما كملت فكرتي. سوري، بس أنا اللي بقوله إن يعني هاي الفكرة اللي كنت بس بكمل هاي الجملة، بكل تأكيد المجتمع الخليجي، نحن أقلية في مجتمعاتنا وهذه مشكلة، وبكل تأكيد خروج الشباب اللي يقدر يطور ويغير من هذه المجتمعات خسارة كبيرة. هذا يعني لا أحد يعارض هذه الفكرة. أنا لا أعتقد أن الفكرتين متعارضتين عندي على الأقل، بس حبيت أقول هاي الشغلة وأسفة على الإطالة. شكرا شكرا. هو حقيقة يعني أدركنا الوقت من حيث أنا شغل الحديث مات، أنا شخصيا مستمتع يعني، لكن للأسف نحن ملتزمين بوقت، ويبدو أن يعني إن شاء الله يمدينا ناخذ المحور الثاني. انتهينا، تذكير لأعزائنا الحضور، انتهينا من المحور الأول الذي تعلق حول أسباب ودوافع هجرة الشباب الخليجي. تحدث كل من دكتور أمير الحسين والأستاذ نادي الوادي والأستاذ علوي المشهور. الآن ننتقل بشكل سريع إلى المحور الثاني والأخير، ونحاول إن شاء الله نناقشه بأسرع وقت بحيث ننتقل إلى قبول المداخلات من المستمعين. المحور الثاني أبدأ معك أستاذ علوي، يعني حول الآن إحنا تكلمنا عن الأسباب والدوافع، الآن حول يعني أهم يعني نتناقش أو أكثر في مسألة تبعات هذه الهجرة على 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 الدولة والمجتمع الخليجي من نواحي المختلفة، من الناحية الاقتصادية والسياسية وانعكاسات ذلك. تفضل. حياكم الله. أعتقد أن كثير من الناس يتخوف، يعني يفترضون أن أول من سيهاجر هو من لا يجد فرصة عمل، أو الإنسان الذي متعثر في الحياة في بلده مثلا اقتصاديا. أنا أعتقد العكس، أساس المنظومة العالمية اليوم يعني هي لا ترحب بهؤلاء، هي ترحب برؤوس الأموال والعقول المهاجرة والكفاءات، الأطباء، المهندسين، المفكرين، المخترعين. ولذلك ما أخشاه فعليا هو تزايد أعداد الهجرة النوعية، هجرة الكفاءات
هجرة رؤوس الأموال، هجرة يعني أصحاب المشاريع، هجرة كل هؤلاء. يعني مثلا في مسائل الاقتصاد، هؤلاء مثلا أنت تاجر، بين يوم وليلة تجد أن في ضرائب جديدة توضع في البلد بدون علمك، بدون ما يكون لك رأي، بدون ما تناقش حتى، فجائية. سياسات مهمة جدا، مثلا في سياسات سوق العمل، سياسات تجارية، سياسات تنظيم العمالة، أي شيء تتخيله يعني ممكن بين يوم وليلة يتغير بدون أي مقدمات. الضرائب بدون ما يكون لك حتى الحق في أن تؤثر، أو يكون لك تمثيل سياسي مثلا لمراقبة أين يتم صرفها بعد ذلك. لذلك يعني أعتقد أن الخسائر ستكون كبيرة من الناحية الاقتصادية. من ناحية أيضا لننظر مثلا للكفاءات النوعية، كثير من المهاجرين في الخليج هم ببساطة نسبة كبيرة منهم هي كفاءات تم ابتعاثها للخارج وبقت في المكان الذي ابتعثت فيه، سواء في أمريكا، بريطانيا، أستراليا، كندا. أنا شخصيا أعرف العشرات منهم، يعني على المستوى الشخصي، شخص ما احتكيت بناس كثير وأعرف العشرات بقوا هناك. يعني طبعا بعضهم لازال يحتفظ بجنسيته، ولكن أنت تتحدث عن ناس صرفت عليهم دولهم ملايين في أرقى الجامعات في العالم، وفضلوا البقاء في أماكنهم. ولو عادوا لكان أغلبهم، يعني على الأقل فيما أراه أنا، في نسبة كبيرة مما أراه، بلا وظائف أو يعملون في مجالات بعيدة تماما عن اهتمامهم أو لا ترقى لطموحاتهم على الأقل. لذلك في خسارة اقتصادية كبيرة. من ناحية أيضا هجرة رؤوس الأموال، مثلا الآن حتى الدول التي كانت أكثر الدول من ناحية كونها مغرية للتجار ولرؤوس الأموال بدأت تفرض ضرائب على الشركات، بدأت يعني تقريبا كل دول الخليج باستثناء الكويت الآن فيها ضريبة القيمة المضافة. في عمان مثلا في حديث عن ضريبة الدخل حتى على الأفراد، يفترض أن تطبق في 2023 تم تأجيلها. في مثلا ضريبة موجودة مسبقا على الشركات، على الفنادق، على المصانع. في السعودية كذلك، في تصل مثلا ضريبة القيمة المضافة ل 15%. فأحيانا مثلا بالنسبة للتجار وايضا حتى الممارسات، يعني مثلا انت الان تاجر لا ضامن لك، يعني وهذه فكره حتى ناقشها كثير من الفلاسفه الاقتصاديين عبر التاريخ، لماذا التجاره تزدهر في مجتمعات و يعني لا تجد بيئه حاضنه في مجتمعات اخرى؟ احد الاسباب التي ناقشها كثير من الفلاسفه ان الدول التي بها يسود القانون، سواء كانت ديمقراطيه او غير ديمقراطيه، فيها فكره القانون وسياده القانون على الدوله، هذه الدول يعني تزدهر فيها التجاره، لأن ببساطة فيها قانون، فيها ضمانات، فيها حقوق ملكية، فيها حقوق للأفراد، فيها فكرة أن هنالك عدالة، هنالك قانون يحتكم إليه. إذا غابت هذه المعايير، نسبة كبيرة من هؤلاء، خصوصاً مع عدم وجود محفزات، يعني لم تعد هنالك مناقصات مثل ما كان موجود في السابق، لم تعد هنالك مثلاً إعفاءات أو دعم مثل ما كان موجود في السابق. ولذلك أنا في اعتقادي كثير من رؤوس الأموال راح تخسرها دول الخليج، خصوصاً أنها مضطرة لفرض مزيد من الضرائب، وغير مستعدة لتقديم تنازلات سياسية في مسائل التمثيل السياسي أو الحق في الرقابة والشراكة. هذه خسارة اقتصادية. في خسارة بشرية هائلة، واللي هي أفضل العقول والنوابغ والمخترعين والمفكرين والناجحين سيبقون في الدول التي بتعثوا إليها، أو كثير منهم حتى سيهاجروا من دولهم إلى دول أخرى. يعني اليوم نجد في بعض الدول حتى أطباء يعانون من البطالة، يعني في بعض دول مثلا حتى أطباء ممكن يعانون من البطالة ومن عدم حصولهم على حقوقهم. مهندسين حتى أدق التخصصات ممكن نانو تكنولوجي وتجده بلا وظيفة مثلا، أو فيزياء نووية ولا يعمل في مجاله على سبيل المثال. فمن الطبيعي أن يكون هناك شعور بالغبن. كثير من الكفاءات ستبحث عن البلدان التي تحترمها وتوجد لها فرص أفضل. فهناك خسارة اقتصادية على صعيد رؤوس الأموال، خسارة على صعيد الكفاءات، وخسارة ثالثة كذلك في مسائل متعلقة بالجانب السياسي، أن كثير من هؤلاء نتيجة أن الدولة لها رأي أوحد. يعني مثلا أنا مشكلتي ليست في أن هنالك تيار معين هو الذي يخرج إلى الخارج، بالعكس لو تشوفوا مثلا المعارضين الخليجيين هم من تيارات مختلفة. السبب ببساطة أن الأمر متعلق ببساطة بمزاج الدولة. اليوم الدولة مثلا محافظة، أي شخص خارج التصور المحافظ، حتى مش محافظ عام، يعني محافظ برؤية ضيقة جدا، أي شخص على غير ذلك الرأي يعرض للسجن، للعقوبة، لكثير من المشاكل. بكرة الدولة ارتأت لا، إن هي تكون دولة مفتوحة ودولة تفتح مثلا ملاهي وأي شكل تريده مثلا، أي معارضة لهذا الانفتاح أيضا أنت سيؤول مصيرك للسجن والاعتقال
العقوبات ولا تدري كيف سيكون شكل الحياه بعد ذلك. لذلك الدوله عندها نموذج واحد يعني حتى في تصوراتها. لذلك انا اعتقد احد الحلول المهمه جدا تبني فكره تعدد النماذج. يعني ليش بالضروره انت رايك واحد؟ ليش لازم راي اوحد، نموذج اوحد، نموذجك في السياسات الدينيه اوحد، نموذجك في السياسات الاقتصاديه اوحد، نموذجك في السياسات في الواقع السياسي والاجتماعي اوحد. انت اليوم تريد مثلا تكون ضد المراه، خلاص انت ضد المراه واللي طالب حقوق المراه في السجن. اليوم الثاني انت مع المراه، اللي يفكر ينتقد قوانينك الجديده مثلا ايضا في السجن عادي يعني بكل بساطه، ما حد يقدر يقول لك لا. لذلك هذه الصيغه من الدوله التسلطيه هي التي تدفع الناس للخارج. يعني حتى ولذلك انا اقول ان هؤلاء لن يكونوا فقط سياسيين، بالعكس السياسيين سيكونوا اقليه قليله، الاكثريه ستكون كفاءات ورؤوس اموال في اعتقادي. وبالعكس يعني يمكن الطبقات الفقيره والطبقات التي لا يعني قد تكون مظلومه ولم تجد فرص متكافئه في الحياه هي اكثر من سيدفع الثمن، هي من ستبقى في البلد. ولذلك يعني الطبقات المتوسطه والطبقات الفقيره التي فرصها ضئيله اساسا يعني للاسف ستبقى تدفع الثمن لوحدها، بينما من يمتلكون التعليم ومن يمتلكون الكفاءات ويمتلكون الاموال كل دول العالم ترحب بهم. ولذلك هؤلاء يشكلون خساره كبرى لاي اقتصاد ولاي دوله. والحل في اعتقادي هو تبني رؤيه رحبه تؤمن بتعدد النماذج وتحتوي التفاعلات التي تحصل في داخلها وتوسع من خيارات الناس وتحترم حقهم في الاختلاف سواء وافقوا الدوله او خالفوها بغض النظر ما الذي تتجه اليه الدوله، وتبني رؤيه اكثر رحابه اكثر اتساعا للناس اكثر ترحيبا بالاختلاف. ببساطه هذا ما اعتقده يعني، واعتقد ان الخساره ستكون كبيره اذا لم تتغير هذه السياسه. شكرا لك استاذ علوي. بشكل سريع للدكتوره ميره، انعكاسات الهجره دكتوره ميره واثرها على المجتمع من مختلف النواحي، المجتمع والدوله الخليجيه. قبل لا اجاوبك استاذ انور، بس ابغى انوه لشيء واحد، ان هي مش بس هجره لاسباب مثلا سياسيه او حتى اجتماعيه، هناك أيضا العنصر المناخي. كثير من الناس مؤمنين أن المناخ يعني الجو والتغيير المناخي بيأثر عليهم، بيأثر على صحتهم، وكثير منهم مؤمنين أن الجو لم يعد مناسب أن لإنشاء عائلة حتى للاستثمار في منزل. يعني أنا العديد من الأشخاص قالوا لي أنا أدفع على منزل هني خارج الدولة في جو حلو لطيف أفضل من أني أدفع في صحراء. فعلا هذا التصور اللي صار، ومثل ما قالت الدكتورة ندى، يعني أصبح الإنسان معولم، يعني يستطيع أن يعيش ويزرع نفسه في أي مكان في العالم. لكن أعود لسؤالك، تداعيات الموضوع، أنا مثل ما قال الأستاذ علوي، الكفاءات هي التي تخرج، الكفاءات القادرة على أنها تستقر وتعيش خارج المنطقة هي التي تخرج، وليس الشخص العاطل عن العمل. العاطل عن العمل فعلا لا يستطيع أن يخرج، هو الحين محاصر في منطقته، لا يستطيع أن يعمل في بلاده ولا يستطيع أن يعمل حتى في المنطقة. فيعني هو نوعا ما حبيس ظروفه الشخصية. أما الشخص اللي عنده شهادات وكفاءات ولغة وعنده الإمكانية المادية أنه حتى يتحرك برأس ماله خارج الدولة يفعل ذلك. فاليوم الخليجيين رأس المال الخليجي موجود وأدى إلى ارتفاع أسعار العقار في البرتغال وفي إسبانيا وفي مالطا، وكثير منهم يذهبون بأموالهم عشان الجنسيات التي تأتي عن طريق الاستثمار. لكن أعود لما قاله الأستاذ علوي، أنه قد لا تكون هناك تداعيات سياسية، ولكن أنا أرى من البحث الأول يعني اللي أجريته والمقابلات الأولية، أن هناك يعني في الأفق أرى مشروع سياسي في الأفق، أرى أن هؤلاء الناس قد يكون لهم تأثير سياسي في المستقبل على المنطقة، خاصة أن المنطقة ستبدأ أهميتها بالتراجع مع تراجع أهمية النفط، هذا شيء بديهي يعني. واليوم الخليجي قد يكون يعني قد تكون هجرته يعني سرية أو حتى لا تكون معلنة، مش شرط تكون يعني متكتم على الموضوع، بس لا يكون يعني شخص يعني رافع شعارات الهجرة.
لكن اليوم مثلا في مدينة أكسفورد اللي أسكن فيها حاليا، المستشار البلدية كان مواطن بحريني مثلا. هذا الإنسان قد ما تكونوا سمعتوا فيه يعني، لكن انظر إلى تأثيره السياسي، وهذا فعلا اللي راح يصير. إن نحن نقول إن الحد من المجتمعات المدنية في منطقتنا قد لا يعوض في الخارج، هذا لا أعتقد أن هذا تصور صحيح. أعتقد أن الإنسان الخليجي نشط، سيلتحق ب يونيونز، كيف أقول، سامحوني يعني في بعض الكلمات أعرفها بس أنساها في اللحظة، لكن سيلتحق بهذه نقابات النقابات. اتحادات شكرا عمال. شكرا، نعم سيلتحق بها وسيكون نشط فيها، لأنها تجربة جديدة. التجربة الجديدة يعني، أذكر حتى أول مرة بدأنا في انتخابات المجلس الوطني في الإمارات، الكل كان متحمس يعني، الكل خرج مع أنه كان مجرد أنه ينتخب يعني. يعني يمكن قد ما تكون لهذه الانتخاب تكون صورية، لكن الكل تحمس للموضوع، لأن المشاركة السياسية أعتقد إنها مطلب إنساني حقوقي، خاصة عندما تدفع ضرائب. شكرا. شكرا دكتورة ميرا. إذا إليك أستاذ ندى في المحور الأخير اللي هو انعكاسات الهجرة وتبعات الهجرة على الدولة والمجتمع الخليجي. والله أنا للأمانة حابة أسمع من الحضور يعني أكثر من أي شيء. أحس النقاش راح في جانب جدا جميل وفي نقاط وايد انذكرت، فما أبي أكرر نفسي، وأحس إنه يعني أنا حابة أسمع من الناس الموجودين. إذن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي قبول المداخلات، لكن أود التنبيه إلى متابعة حساب شبكة مواطن على تويتر لملاحقة الفعاليات التي تقيمها الشبكة بشكل دوري على مواطن كافيه. والآن نبدأ بالمداخلة الأولى، أستاذ إبراهيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكراً أستاذ أنور وشكراً لضيوفك وتحية طيبة للمستمعين على هذه المساحة الجميلة والمعلومات القيمة اللي سمعناها. لكن أنا يمكن أمتلك رأي شوية مخالف، لأن الأستاذة ماريا قالت إحنا ما عندنا إحصائية على الأقل شفافة توثق أعداد المهاجرين من الشباب الخليج إلى دول أخرى. كل اللي نعتمد عليه هي قصص، وهي بالحقيقة أغلب المعلومات اللي عندنا هي قصص. أنا أحكي كشاهد عيان، من تشوف بأي دول يعني في أوروبا في أمريكا، من الممكن أنه تلقى جالية عراقية، من الممكن أنه تلقى جالية سورية مصرية يمنية، جاليات من شمال أفريقيا، بس ما نشوف جاليات من الخليج العربي. ماكو جالية إماراتية، جالية سعودية، جالية عمانية، ما موجود هذا الشيء في أي دولة من دول أوروبا. نلقى روابط طلابية للمبتعثين، نلقى معارضين سياسيين، بس هذا اللي شفناه في دول في تركيا مثلا. أغلبية الشباب الخليج اللي موجود يا أما يدرسون يا أما في سياحة، وكان بعضهم من أغلبهم من الكويت اللي موجودين هناك، رجعوا 70% من عندهم رجعوا بالعفو الأخير اللي صار في دولة الكويت. هجرة الشباب من الخليج العربي بالحقيقة هي مو اقتصادية، لأن أمامي حاليا التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية تثبت بما لا يقبل الشك بأنه أكو 114 مليار دولار تحويلات من داخل الخليج إلى بلدان أخرى. مع العلم هذه التحويلات كلها من تحويلات العمالة اللي موجودة. الفرص الاقتصادية والرعاية الحكومية للشباب إضافة إلى الفرص المتاحة الكثيرة ومجالات الإبداع اللي موجودة، إنه الناس يتجي للخليج على مود تبدع حتى يتخلد اسمها، موجودة كثيرا في الخليج. لكن اللي موجود اللي يهاجرون عندهم أشياء مثل متأثرين بحريات إحنا ما موجودة في مجتمعنا. هسه ما أعرف أنا اسمها حريات أو اسمها انحلال، أنا ما أعرف شنو التوصيف الصحيح لهذا الشيء، لكن هو هذا السبب الحقيقي. ما يطلعون بحثا عن الشغل، لأن الشغل موجود في الخليج، العالم هي تروح تشتغل في الخليج، ولا يطلعون بحثا عن إبداع، مجال الإبداع كلش موجود خاصة في
السعودية وفي الإمارات وبالكويت موجود رعاية المبدعين. اللي دي يصير هو سبب سياسي بحت، مختلف ويا السلطة أو عنده فد رأي من جماعة الليبراليون الجدد وإلى آخره. اللي دي نسمعه أنه الموضوع اقتصادي وما موجود رعاية للمبدعين في دول الخليج، أنا أعتقد أنه هذا الشيء ما سمعنا مصداق عليه. سمعنا قصص لكن مصاديق حقيقية ما شفناها. مع المصاديق الحقيقية اللي دي نشوفها احنا حاليا في أوروبا، ما موجودة جاليات خليجية هناك تشتغل وتعيش أو تدس الإمارات الأهل هم اللي الجوعانين في الخليج. ما أعتقد أكو شيء. شكرا لك وشكرا على مساحة الوقت وأسف على الإطالة. شكرا لك إبراهيم على مداخلتك. أنا ما أعرف عندي ترتيب مو واضح، أعتقد أن الآن مفروض جعفر إذا كان صحيح تفضل. السلام عليكم جميعا وأنتم مساء، وأتمنى يكون الصوت واضح لديكم. واضح تفضل. طبعا لما اتكلم عن الشباب الخليجي، تعرف الشباب الخليجي هو من يطلع على الخليج العربي، يعني من الكويت او جزء من العراق الحبيب الى سلطنه عمان. اتوقع مفهوم الهجره الان تغير، خصوصا بلحظه خارطه سياسيه والجيوسياسيه الموجوده في العالم. يعني اي بلد او اي منطقه فيها استقرار اقتصادي كما هو موجود حاليا في المنطقه العربيه وخصوصا الخليج العربي، يعني بتروح لاوروبا ما زالت الان اتون الحرب يعني مشتعله، بتروح لأمريكا، أمريكا لحد الآن فيها نوع من عدم الاستقرار ما بين السياسي والاجتماعي. تروح ربما تكون شرق آسيا، نعم هناك استقرار نوعا ما. فأتوقع لما نتكلم عن الهجرة لازم نحدد أي نوع من الهجرة. إن كان سياسية فأنا لا أتحدث عن السياسة، إن كان هناك هجرة اجتماعية أو ما يسمى بالهجرة الاقتصادية فلا أعتقد الآن بمجال الحديث عنها، لسبب بسيط أن البيئة الموجودة الآن في الخليج تشجع على البقاء باستخدام الموارد، وإن وجدت بعض الثغرات وانجلت بعض السلبيات فيما يتعلق بكثرة العمالة الأجنبية. ومع ذلك هناك يعني ردات فعل جميلة من بعض الحكومات فيما يتعلق بالتوطين، مثلا عندنا في سلطنة عمان التعمين، عندنا السعودة من الإمارات، ومع بعض الملفات الشائكة هنا وهناك. لكن بشكل عام قضية الهجرة أنا أمانة رأيت أكثر من يعني من تجربة شخصية تبين أن الهجرة الآن فيها مفهوم آخر، أنا أسميها الهجرة الرقمية. كيف؟ لاحظت شخص بحريني وأنا من مملكة البحرين يعمل لكثير من جامعات الأمريكية وبمستوى عالي جدا وبمردود جدا مرتفع، وهو في قرية بسيطة في البحرين. فالآن ما كان مثل السابق يجب أن تهاجر مثل ما يقولون جسديا أو فيزيائيا، إذا أتكلم طبعا عن الجانب الاقتصادي. الآن لا، بات الأمر مفتوحا ليس كالسابق. وهذه واحدة من تقريبا 5 إلى 6 قصص عاينتها شخصيا فيما يتعلق بقضية مثلا الجانب الاقتصادي أو الجانب المالي ربما يكون غير مؤاتي مثل هؤلاء الشباب. الآن الفرص جدا مفتوحة في هذا المجال. فإن كنا نتحدث عن الجانب الاقتصادي فلا أرى الأمر أنه يعني بالصورة الوردية أن يجب أن يكون الشباب عندهم خيارات أخرى بالذهاب خارج هذه الدول. لكن تحدثتم عن الجانب السياسي فربما أنتم أخبر مني في هذه النقطة. لكن أريد أن أركز على نقطة مهمة جدا وهي وأختم بها، وهي أن الآن المنطقة يعني تعيش مثل ما يقولون عصر استثنائي بسبب عدم الاستقرار الموجود في أوروبا، ونوعا ما تراجع الدور الأمريكي بشكل عام بسبب يعني مثل ما يقولون صراع القوى الموجودة حاليا. فإن لم يستغل الشباب الخليجي خصوصا هذه الفترة من ناحية الملاءة المالية، من ناحية الفرص والمشاريع الضخمة الموجودة، من ناحية الظهور الإعلامي، من ناحية التشبيك الذكي، من ناحية استغل كل هذا الموجود، فبالتالي سنخسر كثيرا. فنصيحة بسيطة من أخ لكم، هذه الفرصة الآن يجب أن تستغل بكل حذافيرة. نحن لا نرسم صورة وردية لكن نرسم صورة واقعية بناء على الأرقام الموجودة في تقارير دولية تتحدث عن أرقام فلكية تخرج من هذه الدول، فالأولى بها أبنائها. هذا إذا فعلا عرفنا نعرف من أين تؤكل الكتف. طبعا حديثي من أوله إلى آخره يتحدث عن الجانب الاقتصادي البحت، لا أتحدث عن جانب سياسي فيما يتعلق بالحرية إلى آخره. أنا أتكلم ربما عن القسم الأول، بحث عن تكوين الذات، جزء من تكوين الذات هو الاستقرار الاقتصادي. والله يعطيكم العافية وعساكم القوة. شكرا لك جعفر. إلى أحمد سعد تفضل. أحمد سعيد آسف تفضل.
يسعد مساكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل. والله أنا سعيد بإني استمعنا ما شاء الله لكثير من المتحدثين، والحديث شيق والحديث فيه شجون وفيه بعد نظر وفيه الأكاديميين، وأنا في الوقت في نفس الوقت أجد أن معضلتنا ومشكلتنا هم الأكاديميين. فإذا النسبة العالية أصبحوا والأكاديميين في هذا الزمن هم سبب لهجرة الناس أو لعدم نجاح البرامج أو لعدم الاكتفاء بالوظائف أو لعدم يعني أديرت من قبل الخريجين والدكاترة ومتعلمين واصلين إلى أعلى مستويات. لكن اللي حابب أن أقوله هنا، ما في أحد يتمنى أن يهاجر من بلده إلى دولة أوروبية أو أمريكية وهذا إلا لسبب أنه يكسب أو أنه ما وجد عمل في بلده. لذلك معضلتنا وين؟ هل معضلتنا في أنه الوزارات والحكومات ما لديها أكاديميين ودكاترة ومثقفين وعلماء حتى أنه يصير عندنا القصور والفكر في الهجرة؟ هل أنه الأكاديميين الذين يشرحون الأمور وبعد النظر الذي يشوفه العام ويسمع المستمع يعني في المساحات هذه، أجد أنه معضلتنا هم الأكاديميين وليس عموم الشعب وليس عموم اللي قاعد يفكر هذه الأيام أنه ما وجد وظيفة. خريج صار له 9 سنوات 8 سنوات 5 سنوات ما وجدوا وظائف، لذلك راح يفكروا بأنهم يهاجروا إلى بلد فيه دخل. ومثل ما تفضل أخينا اللي من البحرين، الوقت ليس يعني ما يساعد بأنه يكون توقيت الهجرة إلى البلدان التي فيها الساعة $10، سواء تكون سائق تريلا أو تكون سائق أو تعمل في عمل يعني أي مهنة. المهنة في أوروبا وفي أمريكا كلها الأعمال بالساعات، وعندنا هنا العمل بالشهر، وأنتم تعرفون الكلام هذا كله. الحين اللي أريد أقوله إن معضلة الأمة العربية وبالخص في الخليج هي من الأكاديميين والدكاترة والمفكرين الموجودين على أعمالهم في الدولة. هم اللي جعلوا أنه الناس الحين قاعدة تفكر بعد هذا كله، بعد المخرجات الجامعات ومخرجات الكليات، أنه يفكر يهاجر إلى بلد ممكن يعيش منه. لكن ما في أحد يجد أفضل من الوطن، مهما سافرت يظل الحنين والبلد الآمن والبلد الذي تجد السعادة فيه هو وطنك، مهما كانت دخل ومهما كانت الأمور. لذلك أنا أريد أوضح بأنه على المثقفين اللي سمعناهم الحين الثلاثة إلى الأربعة، ندى، الأخت ندى، والأخ علوي، يعني المشاركين، أتمنى أن تجيبوا الحلول ولا تجيبوا النظريات اللي هي راح تشجع الناس على أنه الحين الحوار ما دام فتحتم موضوع أنه في هجرة وفي ناس سافرت وصارت عندها الجنسية الثانية وهم ماسكين بالجنسية الأولى، يعني هذا راح يصير فيه تشجيع. لكن أعيد وأكرر وراح أختم إن معضلتنا هم الدكاترة والخريجين ومخرجات الجامعات ومخرج والأباطر. يعني إيش أقول لك، مصيبتنا في الأمة العربية هم المثقفين اللي استلموا وجعلوا من شعوبهم أنهم يهاجرون. وشكرا. شكرا لك أستاذ أحمد. إلى أستاذ جواد تفضل. شكرا جزيلا، مساكم الله الخير، وتحية لكم على اختيار هذا الموضوع الهام، وبالتحديد أنا أسميه حقيقة أزمة نعيشها جميعا كشعوب،
تحديدا الشباب فيما يواجهون إليه البحث عن مستقبل أفضل. أنا أختصر الموضوع كالتالي: بداية، في تقديري بأن الهجرة هي قصرية واضطرارية وليست اختيارية، بمعنى ليس كما نشاهد في بقية دول العالم عادة تكون حالة فردية وحالة شخصية، هي بدأت تكون شبه ظاهرة في الخليج لسعي الكثيرين. نعم، دول الخليج يتفاوتون في نسبة هجرة الشباب إلى الخارج، ولكن في بعض من دول الخليج مثل البحرين على سبيل المثال هناك يعني حالة من الرغبة وحالة من السعي للهجرة أكثر ما تكون حالات فردية بالمجموع العام. ومختلف في الأسباب، ممكن أنا أرد هذه الأسباب باختصار شديد. واحد، غياب المشروع الوطني لتمكين الكفاءات. نعم، هناك في تمكين للعدد القليل من الكفاءات، لأن معيار تمكين الكفاءات معيار الولاء وليس الإمكانيات ومستوى التعليم ودرجة الكفاءة، وهذا بيضيق الخناق على من هو صاحب كفاءة ولكن سواء لديه ميول سياسية مختلفة أو توجهه اختلف أحيانا في سياسات الدولة، هذا يزوى، هذا يقصى تماما، وهذا الشخص لديه طموح لذلك يلجأ إلى الخارج لكي يحقق طموحه. مع الأسف أغلب الدول الخليجية معيار الأساسي لتمكين أصحاب الكفاءات هو معيار الولاء بالدرجة الأولى، يعني الولاء للسلطة مهما كان التمكين، حتى في مؤسسات الرياضية، حتى في مؤسسات الاجتماعية بعيدا عن مؤسسات السيادية للدولة. ثانيا، الاضطهاد، مختلف أنواع الاضطهاد: الاضطهاد السياسي، الاضطهاد الديني، المذهبي، الاضطهاد الجنسي، التمييز وطبقية بين فئات المجتمع المختلفة، تفضيل جماعة على جماعة، تقريب جماعة دون جماعة، اتباع سياسة فرق تسد، كل هذا يؤدي إلى حالة من الاضطهاد، مما يؤدي أن هذه الفئات تبحث عن ملاذ آخر لكي تحصن نفسها أو تحاول أن تحمي نفسها ومستقبلها ومستقبل أجيالها وأبنائها. ثالثا، غياب الشراكة السياسية والمشاركة في صنع القرار. طبيعي أي مواطن لديه طموح يجد بأن في الدول الغربية على سبيل المثال شاب عمره 25-28 سنة يكون وزير وهو من عوام الناس، ولكن يفقد هذه الفرصة في وطنه ويجد بأن حتى على مستوى تمثيل في المؤسسات المجتمع المدني على سبيل المثال كثير من الأحيان محظور عليه، أو أنه يرتقي إلى مراتب أخرى لكي يكون جزء من صنع القرار شبه محرم عليه، لذلك يلجأ إلى دول أخرى بيئة مختلفة تماما يستطيع أن يحقق ذاته ويستطيع أن يعني يشارك في صنع القرار. رابعا، غياب الحريات العامة. أنا أتصور هذا قمع واضح في جميع الدول الخليجية بدون استثناء. طبيعي هذا يؤدي إلى كبت، والإنسان يكون مخير أو يكون في وطنه وهو صامت لا يستطيع أن يعبر عن رأيه ولا يستطيع أن ينشط ولا يستطيع أن يعني يمارس كل حقوقه المدنية والسياسية، أو يضطر بأنه يمارسها ومن ثم يكون مصيره السجن، وبعد ذلك يضطر أن يهاجر إلى الخارج. خامسا، غياب الضمانة في الأمن الاستثماري والتجاري. نعم، إلى مستوى معين لك الحق أن تنمي ثروتك، ولكن عندما تنمي الثروة وممكن تتحدى السلطات في توسعة هذه الثروة ممكن تقمع مباشرة أو تصادر أموالك أو يؤدي إلى مزيد من القيود على حركتك التجارية. سادسا، ولا أطيل أكثر، السعي للحصول على فرص العمل وارتقاء بمستوى العلمي. أنا أصور هذا واضح والأخوة والأخوات يعني فصلوا في هذا الموضوع. وأخيرا، الحصول على الجنسية الأخرى. طبيعي بدأوا كثير من الشباب يفكروا بأن نوع من الحماية، نوع من الضمانة، بأنه في حال يعني أراد أن يتحرك في المجتمع الدولي بحرية أكثر بجنسية أخرى هذا يفتح له آفاق عديدة جدا. نعم، نحتاج أن نفكر في الحلول أكثر ما نرصد هذه النوع من الأسباب الرئيسية في أسباب الهجرة، ولكن أتصور الحلول حركة معاكسة لهذه الأسباب اللي ذكرتها. شكرا جزيلا وعذرا على الإطالة. شكرا لك أستاذ جواد. الآن قبل أن نختم أمنح أقل من دقيقة لكل من المتحدثين الرئيسيين اللي قبل يعني في كلمة ختامية نهاية الحلقة الحوارية. نبدأ معك ميرا، تفضلي.
شكرا أستاذ أنور. أنا فاتتني بعض المداخلات لأن الإنترنت قطع عندي، لكن مثل ما قال الأستاذ جواد فعلا معظم الكلام اللي قاله مر علي في كثير من المقابلات اللي أجريتها. هناك رغبة في أن يكون الإنسان عنده قدرة على التنقل بحرية وبأريحية، يعني بدون ما يكون عنده منع السفر، بدون ما يكون عنده حتى في أنه يحاول ياخذ يعني يدور على وظيفة في بلاده، أو تدخل الجهات الأمنية توقفه عن طريق موافقة أمنية أو غير موافقة. فهناك هالأمور البسيطة اللي نحن ما ندركها في حياتنا اليومية، اللي هي تجارب فردية تجعل الكثير من الناس اللي يسمعون هذه التجارب يتخذون. أستاذ أنور، أستاذ بدر، كأن انقطع الصوت من قبلكم، ما أعرف، ما يصلني أي صوت، ما أعرف عن البقية، هل الصوت ينسمع؟ تسمع لي يا علوي؟ يبدو عندك مشكلة. والله أنا صارت معي دايج. الصوت مسموع من جد، لأننا نسمع بس يبدو أنه ما يسمعنا. ميرا صدر دي بس بشكل سريع إذا تكرمتي. أتوقع في هجرة تعتبر هجرة مستبقة، preemptive migration ولا anticipatory migration، وهذه الظاهرة مش ظاهرة الهجرة الجماعية اللي هي اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية. هناك أسباب مستبقة الواحد يحاول يتفاداها بسبب الأشياء اللي سمعها أو اللي عاشوها يعني أصدقائه أو أفراد من عائلته. شكراً لك ميرا. أستاذة ندى، في كلمة ختامية بأقل من دقيقة، تفضلي. نعم، يعني في وايد نقاط انذكرت، والنقاش جميل طبعاً ومثير للشجون أعتقد، وفي أبعاد كثيرة يمكن الأسئلة تتجه لجهة منحة سياسي ربما أحياناً، بس أبي أرجع إلى يعني عنوان النقاش اليوم وموضوعه. طبعاً كثير الناس تدور الحلول وتقول ليش نطلع، بس أنا أحب أني أستفز النقاش أحياناً ونترك بعض الأسئلة. أنا بأترككم مع سؤال، أن نفترض أنه صار في إصلاح سياسي في منطقة الخليج، إصلاح سياسي، إصلاح إلى حد كبير حريات، هل تعتقدون بأن الهجرة ستتوقف من الخليج إلى الخارج ولماذا؟ يعني هاي السؤال مهم أنا أعتقد طرحه، هل سيتوقف الناس عن الهجرة والتنقل، وكيف نعرف الظاهرة وكيف نعرف الحالات الفردية؟ هذه أيضا نقطة مهمة يجب أن نفهمها، لأن هي بتساعدنا أن نفهم يعني خلنا نقول لماذا البشر يتحركون من مكان إلى آخر. طبعا النقطة الاقتصادية يمكن في بعض المداخلات تطرقت لها، احنا ما تطرقنا لها في الحوار، تكلمنا كثير عن الموضوع الاجتماعي والأسباب السياسية، بس النقطة الاقتصادية أيضا أنا أعتقد هي مهمة جدا لمناقشة. يعني هو سؤال أيضا موضوع على الرف، هل المستقبل الاقتصادي الذي يرسم في الخليج أو يرسم له في الخليج سوف يكون يعني hospitable لسكان الخليج أم يشجعهم على الخروج؟ هذه أيضا سؤالين أعتقد مهمين أن احنا نجاوبهم أو ندرسهم عشان نقدر إذا نبي نحاول نوجد إلى حلول أو رؤية أن ماذا سيحدث في المستقبل. وشكرا جزيلا، أسف على الإطالة. شكرا لك أستاذ ندى. أستاذ علوي، هل أنت معنا؟ يبدو أن النت فصل عند أستاذ علوي، يواجه مشكلة. عموما الآن قبل الختام أود أن أشكر المتحدثين الرئيسيين دكتورة ميرا الحسين من الإمارات، والأستاذ نادر الوادي من البحرين، والأستاذ علوي المشهور من عمان. تكلمنا في هذه الحلقة النقاشية والحوارية عن أسباب هجرة الشباب الخليجي وعن انعكاسات ذلك على الدولة والمجتمع. كنت معكم أنا الروقي صحفي من شبكة مواطن العالمية، نلتقيكم إن شاء الله في مناسبات أخرى. السلام عليكم.